هذا وقد بدأت فعاليات القمة العربية الطارئة بكلمة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث أكد على أن دعوة السعودية تعكس اهتمام المملكة بمصالح العرب، وشكر السبسي الملك سلمان على مبادرته لعقد القمة العربية الطارئة. وفي هذا الإطار تجدد تونس إدانتها ورفضها لاستهداف المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية وعمليات استهداف السفن التجارية قبال سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطات ضخ النفط في المملكة، والتي تمثل تصعيدا يعرض الأمن الإقليمي للخطر وتهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية. كما تشدد تونس على أن الأمن القومي الجماعي كل لا يتجزأ، وتؤكد انطلاقا من ذلك حرصها على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل البلدان الخليجية والبلدان العربية، الذي يمثل أحد أهم مقومات الأمن والاستقرار في عموم المنطقة العربية وفي العالم. وفي القمة العربية الطارئة قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية، مؤكدا على أن عدم اتخاذ موقف رادع سيقود إيران للتمادي. بالرغم من كيد النظام الإيراني وأعمال الإرهابية التي يمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلادنا العربية، إلا أن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكايد وتحقق تقدما في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي. إن عدم اتخاذ موقف رادع حازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم، ستظل يد المملكة العربية السعودية دائما ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.